بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أن أوجه للمتابعين والمشاهدين والمشاركين كلمة موجزة لعلهم يفهموا ويتفهموا. أنا لما أذهب إلى مريض وأجده في حالة يرثى لها، مثلا يكون مصاب بالجنون أو بسحر الجنون، فهذا حالته خطيرة جدا. هذه الدرجة يصل إليها الشيطان الجني من أجل الانتقام من ذلك المسحور بالقتل. فالراقي لا يستطيع أن يترك المريض في تلك الحالة ويذهب إلى مريض آخر، أو يرد عليه في الهاتف، أو ينشغل بالرسائل، أو ينشغل بالهاتف، فيبقى مع ذلك المريض حتى يفيق، لأن الراقي يجري مع الزمن. بسبب ذلك الشيطان اللعين المتسلط على ذلك المريض أو المريضة الذي يريد منه القتل والعياذ بالله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، الشيطان أو الجن العاشق يصل به الحد من شدة غيرته على معشوقته الإنسية أن ينتقم منها بالقتل. وهذه الحالات قد مرت علينا كثيرا. فالراقي إن وجد حالة مثل هذه الحالات لا يتركها ولا ينشغل بالرد على الهاتف أو يذهب إلى مريض آخر. هذه نقطة. النقطة الثانية، بعض المرضى نمشي معهم لشهور، نعالجهم في سبيل الله، نستقبلهم في البيت في سبيل الله، نذهب إلى بيوتهم في سبيل الله، فيأتي ظرف أو أمر لا نستطيع أن نذهب إليهم، فيبدأ يزبد ويعربد ويبدأ يعلق ويغمز ويلمز بأننا نخلف الوعد وأننا لا نرد. هو أحدهم جاهل من الجهلة، قال كيف ترقي في قالمة التي تبعد عنك بالكثير من المسافات وتترك جيرانك، وأظنه أصلا هذا ليس بمريض ولم يعالج عندنا، أظنه إنسان فقط مريض نفسي أو أحد رقاط الخرافة والدجل الذين يكرهون توجيهات وإرشاداتنا التي نقدمها للناس للأسف الشديد. فأقول لهؤلاء، أقول لهم أولا، أنا أرقي في سبيل الله، أنا منذ 30 سنة أرقي في سبيل الله، ولم أتذكر في هذه المدة أنني قلت لشخص أعطيني فلس أو درهم أو دينار. فلما أنني أرقي في سبيل الله، فهذا المريض الذي ذهبنا إليه أو جاءنا ولم نرجع إليه بسبب ظرف لا يتكلم هذا الكلام، أنا لم يرغمني أحد على رقية فلان أو فلتان أو علي أو علان، أذهب على حسب ظروفي لمن أشاء، ولا أذهب على حسب ظروفي أيضا لمن أشاء. ولا يهمك أنني أذهب إلى الإمارات أو السعودية أو إلى المريخ أو إلى زحل فأرقي مريض، ولا أذهب إلى جاري، هذا يخصني أنا، عملي لله سبحانه وتعالى. أنا لست أرقي بالدراهم حتى تقول هذا الكلام، وهناك من يرقي عندي مدة 3 شهور أو 4 شهور ولا أخذ منه درهما، ومع ذلك تجده يسب ويشتم إذا تخلف موعد من المواعيد. هذا مرض، هذا مرض نفسي. فلا تجعل الإنسان يعني يندم على أنه يزور الناس في سبيل الله ويذهب إلى الناس في سبيل الله دون مقابل ودون أجرة. ونستطيع أن نطلب الأجرة، هذا جائز شرعا في أحاديث شرعية موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فلا تجعل الإنسان يندم، فلا تجعل الإنسان يندم. بارك الله فيكم، نحن نرقي في سبيل الله ونذهب إلى المرضى في سبيل الله، سواء كانوا فقراء أم أغنياء، فهذا أمر يخصنا. بارك الله فيكم، حاولوا أن تفهموا وتتفهموا، جزاكم الله خيرا. فأنا إذا لم أرجع إليك بظرف من الظروف أو لم أذهب إلى الشخص
لظرف من الظروف، هذا أمر يخصني لا يخص أحد. لماذا؟ ببساطة أنني أرقي في سبيل الله. لو كنت أرقي وعندي معك عقد وشروط، هنالك تستطيع أن تسب وتتكلم وتعاتب وتقول وتقول. أما أنني أرقي في سبيل الله، سبحان الله العلي العظيم، يقول لك إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرده. سبحان الله، بعض الناس يسبون بعدما أمشي معه في الرقية لمدة شهور وشهور، أتخلف عنه في موعد واحد فقط لظرف من الظروف وأذهب إليه على حسابي الخاص، تجده يسب ويشتم، بل يسب جميع الإخوة والملتزمين على أنني لم أذهب إليه في ذلك الموعد أو لم أستقبله. هذا لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. بارك الله فيكم، فحاولوا أن تفهموا وتتفهموا. وكما قلت لكم، ما دمت أني أرقي في سبيل الله أذهب لمن أشاء ولا أذهب لمن أشاء، أذهب كما يحلو لي، أذهب للمريض الذي أجد نفسي مرتاح عنده، ولا أذهب إلى المريض الذي لا أجد نفسي مرتاح عنده. قد تسأل وتقول كيف مرتاح ومش مرتاح؟ هناك بعض العائلات لا يرتاحون لمجيء الراقي أصلا، ولا يحبون الرقية ولا الراقي، بل يأتون بالراقي يعني كما يقال باللهجة الجزائرية فوق القلب. سبحان الله العلي العظيم، فحاولوا أن تفهموا وتتفهموا. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.